اطلع برا ولا اشوف رقعه وجهك. يلا 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 زين خلاص بطل. يلا برا يلا خلاص برا. اي خدمه؟ اي ابوي طلبني برا البيت. تبي الحل؟ شو الحل؟ اذبح. شنو اذبح ابوي؟ هذا خدم انت بعد ابليس يعني ما عندنا ذبح يعني. لحظه يلا فكر. ها شو القرا؟ ويلا تعال اتعلم ليش على الفاضي. تعلم تعلم يلا خلينا نشوف. لا حول الله. نعم ابي اسالك سؤال. تفضل. الحين البيت هذا بيت ابوي ولا بيت ابوك؟ لا بيت ابوك. خلاص عاد لما يصير بيت ابوك ذيك الساعه تعلم. يا الله ما الذي يحدث امامنا؟ انا ما فكرت فيها. ريلي نيجا. شوي لو سمحت. شنو هذا؟ والله عجبتني القطه قلت اعطيك لايك.